البداية دائما بالأخبار المحلية، وبداية الأخبار المحلية النهاردة بأخبار نادي الزمالك. الزمالك يجتمع بمسؤولي أنبي لحسم صفقة مؤمن زكريا. يعقد مسؤولي نادي الزمالك اجتماعا هاما مع نظرائهم بنادي أنبي خلال الساعات القليلة القادمة لحسم مصير صفقة مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق البتروي المعار لصفوف الزمالك حتى يناير المقبل. وتنتهي إعارة مؤمن زكريا مع الزمالك يوم 31 ديسمبر الجاري، ويسعى مسؤولي الأبيض لحسم هذا الملف سريعا حفاظا على استقرار الفريق، خاصة بعدما أبدى البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق تمسكه الشديد باستمرار اللاعب، مما يمثل ضغطا على المجلس الأبيض لإنهاء الصفقة. ولسنا مكملين أخبار نادي الزمالك، وعبد الله السيسي يؤجل النظر في عروض الرحيل عن الزمالك. أخطر البوركيني عبد الله السيسي مهاجم فريق الزمالك وكيل أعماله بتأجيل النظر في العروض التي تلقاها في الفترة الحالية، خاصة أنه يفضل الانتظار مع القلعة البيضاء في المرحلة المقبلة بالرغم من تلقيه عروضا محلية. وحصل اللاعب على وعد من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو بمنحه فرصة في المباريات المقبلة. وعن مشكلة محمد إبراهيم مع النادي البرتغالي، ماريتيمو البرتغالي يشترط العودة قبل الموافقة على رحيل محمد إبراهيم. رفض مسؤول نادي ماريتيمو البرتغالي أي محاولات من جانب محمد إبراهيم صانع الألعاب المصري لفسخ التعاقد المبرم بين الطرفين قبل أن يعود إلى البرتغال، ويقدم اعتذارا للإدارة عن تركه الفريق دون إذن والسفر إلى مصر. وكشفت المصادر أن محمد إبراهيم فوض وكيله للسفر إلى البرتغال وعقد جلسة مع إدارة ماريتيمو للوصول إلى اتفاق يقضي بفسخ التعاقد بين الطرفين والحصول على مقابل مادي نظير ذلك، وهو ما رفضه النادي البرتغالي الذي اشترط حضور اللاعب إلى النادي أولا ثم بحث أي شيء بعد ذلك. ومن أخبار الزمالك لأخبار الأهلي، وصلاح الدين الأثيوبي يعود لتدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لدجلة. شارك صلاح الدين الأثيوبي مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي في تدريباته الجماعية صباح اليوم في إطار استعدادات الفريق الأحمر للقاء وادي دجلة السبت المقبل والمؤجل من الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز. وفي المقابل خاض الثنائي محمد رزق وحسام عاشور تدريبات تأهيلية مع الإسباني خارخي ستيمو مدرب الأحمال لشعورهما بالإجهاد، حيث لم يشاركا في التدريبات الجماعية بسبب شعورهما بالإجهاد العام بعد مشاركتهما في لقاء حرس الحدود الأخير والذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة. وآخر أخبارنا المحلية، رسميا المقاولون يطلب استعارة موسى وأوباما. أرسل مسؤولي نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح فاكسا رسميا لنادي الزمالك يطلب استعارة الثنائي صالح موسى ويوسف أوباما لاعب الفريق الأول لصفوف ذئاب الجبل خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة 6 أشهر. طلب مسؤول المقاولون العرب في الخطاب من مسؤول الزمالك تحديد المبلغ المطلوب لاستعارة الثنائي في يناير. وكان الجهاز الفني بقيادة حسن شحادة قد حدد احتياجات الفريق خلال الجلسة التي عقدها مع إدارة المقاولون العرب مؤخرا، التي تتمثل في التعاقد مع ظهير أيمن ولاعب وسط مدافع وصانع ألعاب ومهاجم. مشاهدينا ما عدنا مع أول فاصل ونرجع نكمل أخبارنا من الملاعب العربية والإفريقية ثم الملاعب العالمية، ابقوا معنا.